هل تفكر أن تحصل على قرض من البنك قريباً؟ شخصي أو لبيت أو سيارة؟ قبل ذلك شاهد هذا الفيديو. شيء مهم يجب أن تخبر البنك فيه عند طلبك للقرض: فائدة متغيرة أو ثابتة. ماذا يعني؟ أولاً، ما هو أهم شيء في القروض؟ طبعاً قدرتك على الالتزام بالدفعات الشهرية، الأمر الذي يشمل مبلغ القرض بالإضافة إلى فوائده البنكية. الفوائد البنكية وقرار تغييرها يقررها البنك المركزي لكل دولة، يرفعها عندما يريد محاربة التضخم المرتفع ويخفضها عندما يريد أن يدعم نمو الاقتصاد. البنوك المركزية حول العالم بدأت بتخفيض رفعها للفوائد، وهذا يعني أن تكلفة القروض والفوائد ستبدأ بالهبوط. لكن كيف يمكنك استغلال هذا الموضوع؟ الحل بالطلب من البنك. عندما تقدم القرض أن تكون الفوائد على القرض متغيرة وليست ثابتة. هذا الخيار من حقك كعميل أن تطلبه، وإذا لم يوافق البنك على هذا الخيار اذهب إلى بنك آخر. ماذا يعني فوائد متحركة؟ يعني إذا بدأت أسعار الفائدة العالمية بالتراجع، وهذا من المتوقع أن يحدث بنهاية العام، تكلفة قرضك سوف تتراجع هي الأخرى، وبالتالي ستدفع فوائد أقل للبنك. لكن ليس في كل الأوقات يجب أن تطلب فوائد متغيرة للقرض، أحياناً الفائدة الثابتة أفضل. هذه الحيلة تستخدم بطريقة عكسية عندما تكون التوقعات هي رفع أسعار الفائدة. إذا كنت مضطراً للحصول على قرض في وقت رفع أسعار الفائدة، تستطيع أن تطلب من البنك فائدة ثابتة، وهو ما يعني أن الفائدة على قرضك ستبقى ثابتة حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة في البنوك، لأن اتفاقك مع البنك للقرض بفائدة ثابتة.